العالم بيحتفل في عيد الشكر أو بالأحرى في أمريكا، وابتدى هذا العيد أن الناس بتشكر الله لأنه أنعم عليها بالغلة بالمحصول بالحصاد، فبترجع بتقدم. وإحنا عادة المسيحيين بيقدموا العطاء، بيقدموا العشر، بيقدموا لله مساعدة أيضا الفقراء. فإذا بيشكروا الله على هذه العطايا. ففي أيام بعتقد في أيام أبراهام لينكولن ابتدأ أن يكون يوم رسمي، عطلة رسمية، أنه العائلة كلها بتجتمع حتى تقدم شكر لله. فأنا بشكر الله من أجل عمله خلال كل هذه السنين. أريد أن أشكر الله على مئات الألوف التي رجعت إلى المسيح. أريد أن أشكر على عشرات الكنائس اللي ابتدأت. أريد أن أشكر الله على النور الذي يشع في أماكن كثيرة في هذه العالم، وأريد أن أشكر الله على كل بركاته وعلى كل حسناته، وأريد أن أشكر الله من أجل كل مشاهد، من أجل كل مشاهدة، واثقين أن نقدم ذبيحة التسبيح الشكر، أي شفاه معترفة بيسوع المسيح. احمدوا الرب لأنه صالح، يعني احمد أشكر الرب لأنه صالح، إلى الأبد رحمته. فنحن نشكر الله، وأشكر الله من أجل كل مشاهد وكل مشاهدة، وأشكر الله على النفوس اللي رح تيجي ليسوع المسيح. وأنا بصلي اليوم أنه حتى لو تكتب لنا على الفيسبوك يعني واحد أو اثنين أو ثلاث أشياء بتشكر الله عليها، بحب أسمع منك.